اللواء عبد الفتاح يونس قائد أركان الجيش الليبي التابع للمجلس الوطني الانتقالي سابقا، الذي طالته أيدي الإرهابيين والمتطرفين التي غدرت به إبان ثورة 17 من فبراير، وسجلت في ذلك اليوم ارتكاب أولى عمليات الاغتيال والتصفية التي كانت تستهدف وتطال أفراد المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في البلاد، عندما اغتيل اللواء عبد الفتاح يونس ورفيقيه العقيد نصر المذكور والعقيد محمد خميس من قبل مجموعة مسلحة من المتشددين. وبحسب روايات متواترة آنذاك بشأن هذه الجريمة، فقد قتل رئيس أركان الجيش ورفيقاه داخل مقر كتيبة أبو عبيدة بن الجراح التابعة لإحدى الفصائل المتطرفة بمدينة بنغازي، وتم التمثيل بجثثهم. ويومها قال أحد المتهمين في هذه القضية في إفادته أن العملية تأتي في إطار الانتقام من الجيش الذي وصفه بالمرتد. وعلى الرغم من تكتم السلطات الليبية المتعاقبة على السلطة، إلا أن القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت عن استئنافها للتحقيقات قبل عامين على خلفية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، الذي وصفه المتحدث العسكري باسم القائد العام بأن يونس رجل بحجم وطن. عبد الفتاح يونس وطن، راجل يعبر عن وطن. عبد الفتاح يونس ابن المؤسسة العسكرية. عبد الفتاح يونس تشهد وهو يرتدي هذه البذلة. عبد الفتاح يونس تربى في القوات الخاصة الليبية وربى أجيال، هو رفاقة الأبطال الشجعان من ضباط القوات الخاصة، ربوا أجيال من نخبة الجيش الليبي، وبالتالي حق عبد الفتاح يونس ورفاقه وكل ضباط الجيش في عنق القوات المسلحة. وكانت عملية اغتيال اللواء يونس صدمة وفاجعة مؤلمة للشعب الليبي في ذلك الوقت وفي تلك الظروف، كونه شخصية عسكرية قيادية ومحنكة قادرة على التصدي لمخططات التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة للتطرف والإرهاب على غرار قطر وتركيا. وكان اللواء يتطلع لبناء مؤسسة عسكرية نظامية، وهو ما أثار غضب الإرهابيين والمتشددين الذين كانوا يسعون إلى ترسيخ الفكر التكفيري الفاسد في جميع أنحاء التراب الليبي. وولد عبد الفتاح يونس في منطقة الجبل الأخضر عام 1944، وتولى عدة مناصب قيادية بالدولة منذ عام 1969، ومنذ ذلك الوقت أصبح قائد القوات الخاصة الليبية، وتولى في عام 2009 منصب وزير الداخلية في البلاد. وبين مد وجزر تفاجأ الليبيون أجمع من قرار رئيس حكومة الصخيرات فايز السراج بتعيين الإرهابي علي العساوي المتهم الأول في اغتيال اللواء وزيرا للصناعة والاقتصاد، تكريما له على فعلته التي من المفترض أن يمكث في السجن بقية عمره. وبعد مقتل عبد الفتاح يونس بدأت عمليات الاغتيال تنفذ باستمرار بشكل متكرر في البلاد، حيث سجلت ليبيا وقوع مئات الضحايا معظمهم من رجال الجيش والشرطة، وفاق عددها أكثر من 700 عملية اغتيال طالت ضباطا وجنودا عسكريين في عدة مدن ليبية في مقدمتها بنغازي ودرنا. وتواصلت عمليات الاغتيال والتصفية إلى أن أعلن الشعب الليبي انتفاضته ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي كانت تتربص بالبلاد سوءا، وأطلق مجموعة من الضباط العسكريين بقيادة المشير خليفة حفتر عملية الكرامة، والتي حظيت بدعم شعبي واسع من أجل تطهير ليبيا من الإرهاب. رحم الله اللواء عبد الفتاح يونس وأسكنه فسيح الجنان. لقناة ليبيا الحدث، سفيان بوغرسة.